بسبب الحرب ودمارها تتعاظم خسائر السكان المدنيين، فهم الضحية الكبرى التي خطفت تلك الحرب أجزاء من أجسادهم، حيث يتوافد العشرات من المعاقين والجرحى إلى مركز التأهيل المدني في أربيل التابع للصليب الأحمر. بمشاعر الحزن والألم يتذكرون اللحظات القريبة من الموت. بعدين صار انفجار بعيد مع الناس تقريبا 800 متر. أبوي وأخي كنا قدام المحل، أنا جوات المحل أنا وأخي. أخي الحمد لله ما صار فيه شيء، بس أخوي صديق أبوي انجرح. الحمد لله أبوي ما صار شيء معنا، بس متر ونص جاء ضرب رجلي بمكانه انقطع. بعدين رحت على المستشفى سووا له عملية، وما بعدين جينا هون تسوي إجري إن شاء الله طيب خير سلامة خير سلامة. والله هاون وياي بتر ايد ورجل. والله جينا قالوا انك قريب الاحمر شدون اطراف وجينا. الحادث جاهدين جال تغدى. اي مقاتلين قاعدين ناكل الارزاق. ما نحصل له هاون بنوصل. ربع استشهد او تسعه، عندنا 23 شهيد، 23 جريح، عفوا 23 جريح وتسعه شهداء. شهداء اي نعم. مصابين. الخدمات التي يقدمها المركز التأهيلي لصناعة الأطراف الصناعية هي إحدى أوجه الحياة لمن فقد الأمل بعد تعرضهم لمختلف الإصابات الجسدية. ثم يبدون هنا البنش وركر، يبدون بالتصنيع. فمراحل التصنيع أول شيء يبدون إذا أكو مادة طرية، يعني بالبتوح نخلي غلاف طري يفصل ما بين البتر وبين البلاستيك. عشرات الجرحى من الموصل والأنبار يتوافدون بشكل يومي إلى هذا المشفى لتلقي العلاج، حيث يعمل القائمون عليه لتقديم الرعاية والاهتمام بهم. الحقيقة احنا قدمنا الدعم كلش كبير للنازحين، وبالخصوص مثل ما بينت من الموصل أو من محافظة نينوى ومن الأنبار. العام الفائت احنا قدمنا خدمات لتقريبا 439 شخص. لا تزال آلة الحرب الدموية تخلف المئات من المعاقين في هذا البلد، فهم بحاجة ماسة إلى دعم حكومي عاجل. لبرنامج شمس الفلوجة، بشير الحسن.